بانكم ما عندكم اصل في البلد دي ولا جاي من وين. كانوا ضدكم على اساس ظالمين، لكن انتوا الان ضد النادي على اساس عرقي، على اساس جهوي. ضد خصومكم السياسيين على اساس عرقي، على اساس جهوي، على اساس جغرافي يا اخي. ضربتكم الان، ففي فرق بينكم وبين السكان الاصليين للبلد اللي اسمها السودان دي. والله العظيم في فرق. ده الفرق. لانكم ما اصلا ما صادقين، ما صادقين نهائي. كثير عارضوكم لما كنتوا حاكمين البلد دي من 56. الناس بيعارضوكم على اساس بانكم ظالمين، بانكم مجرمين، بانكم خونه، بانكم عملاء. ما على اساس بانكم ما عندكم اصلي ولا عندكم كذا. ولا حاربوكم على اساس جغرافي. اصلا. حاربوكم على اساس فسادكم ده، على عدم صدقكم ده، على عمالتكم وارتزاقكم دي. انتوا حاليا بتحاربوا خصومكم على اساس عنصري، على اساس جهوي. وتعيدوا للناس التعايش ما التعايش. لانه تعايش من الغرب، طيب من 56 دي حكم البلد دي من؟ معاك منها كلكم شماليين، في الشماليين زادوا قبيلتين. اما باقي القبائل ذاك عباره عن عبيد تحتكم بس. اي واحد بهوي بيسكتوه، كانوا كده بس. كانوا كده تقول الناس ما عارفين حقوقه، حتى اهلكم في الشمال ذات تدستوه، لانكم ما عندكم ولا لهم. ولا عندكم ولا للشمال انتوا ذات. مجرد وافدين سهل مع المحتل البيرباني. مجرد وافدين. سعاليك. دارين انت مجبجو في الناس، ودارين انت كوركو، ودارين انت عملوا حركاتكم دي، ودارين نعمل ده، ودارين نصلح ده، ودارين نعمل ده، وداك ما سوداني، وداك ما هنا. اختلف مع الزول يا اخي سياسيا يا اخي. بلو زي ما داير. شيل البندقية اللي قاعدين مش شكل الزول. ما عندنا لك حاجة، لكن تشكوا في اصل الناس ده، انتوا ما عندكم اصل. واصلا الزول لما يكون ما عنده اصل بيجيب الناس ديلك زيه. والله العظيم بيجيب الناس ديلك زيه. ناس دي والله عندهم اصل في السودان واصل في كل افريقيا. الان بيسيئوهم ديل. سواء كانوا عرب او افارقة. من كل اقاليم السودان. سواء كانوا من شرق السودان او من غرب السودان او من من بقول شنو، حتى جزء لا يتجزا قاعد في الشمال هناك. ده الاصليين، انتوا ما عندكم اصل ولا عندكم فصل. جيتوا زي اللي بيرسلوا لكم طاقيه ما طاقيتكم. اللي بيرسلوا لكم جلابيه ما جلابيتكم. تبا لكم يا اخي. شوفوا والله لو دارين تمارسوا العنصريه والكلام الفارغ ده، والله العظيم في اليوم الواحد يعمل 10 لايف عديل، 10 لايف والله كلها عنصريه جهوية بس. لكن ما دارين الكلام ده، ما دارين الكلام ده. واسي شوف والله العظيم الصعاليك جزء من الصعاليك زي الصعلوقه اللي اسمها حياه دي، وتاني في صعاليك كتار معاه. اقسم بالله الكلام اللي بتعملوه للقوام الحرب اهليه حيكون فيها انتقام بسبب اسلوبكم ده، لانكم انتم قاعدين تزرعوا في عقول الناس عقلية الانتقام وتفكير الانتقام. وفي ناس أبرياء في الشمال ده ميتين ومارق بسببكم انتوا ذات السياسيين ديل. الآن صعاليك ديل روحوا مارقة بسببكم انتوا جعانين. لأن الحرب دي لما قامت في دارفور برضو كان القتل كده، لو ما عارفين أعرفه. حتى في جنوب السودان كان القتل كده، لأنه دي التعبية الخاطئة. ما يا ريت لو كانت بتكون بين المسلحين المعارضين الحكوميين من طرف. جاءت المعارضة على أساس عرقي بيركبوك، جاءت الحكومة والميليشيات على أساس عرقي بيركبوك. ما كان بيعرفوا لك ده مواطن ولا ده زفتي. نفس الكلام ده التعبية الآن أنتم بتعملوها دي، لو قامت حربة تأكدوا تماما حيضرروا مواطنين كتار عزل. ده لا عنده حاجة للشمال ولا عنده حاجة للقرابي، مسكين وعايش بس. وفي مواطن برضو عزل، ده لا عنده حاجة للقرابي العنصري ولا عنده حاجة للشمالي العنصري، برضو حيضرروا وسبوكم أنتم. لازم تعرفوا الكلام ده. صعاليك يا اخي كرهتوا الناس ذاتها. وجهك 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 وجهك. حوارات صدمانين. وصعاليك الله تبا لكم يا اخي، تبا لكم. 64 سنه يا اخي الناس ما بقوا زي بقيكم ده. هسه فتره انتقاليه ساي دارين تبكوا، دارين عشان انقطع منكم يعني، انقطعت منكم الرضاعه. ها؟ المميزات التاريخيه خلاص بقت ما في. ليه ما تقتنعوا وتكون المميزات دي لعامة الشعب؟ ليه ما دارين تقتنعوا بالكلام ده؟ ما دارين تقتنعوا ليه؟ شايفين نفسكم يعني انتوا بس الاحق بالحكم؟ والله ما تحكم البلد دي ثاني الا بالديمقراطية، والله الا بالانتخابات. الا تحكم البلد دي بالانتخابات، حباب قلب بيشيلكم في راسكم.
كان بيجي شقيق عمر البشير ده جاب انتخابات حكم البلد دي حباب انا شخصيا بيمثلني وبشيله فوق راسي ده كان الشعب السوداني يختاره لكن مع عنترية سياسة تفرق تصد بخيانة بعمالة والله ما تحكمها برجالة ما تحكمها برضو صالح كرهت الناس يا أخي الدارين تدوروا دورات الانفصاليين دي دورات الانفصاليين دي لكن لو منتظرين حركات تمشي تقتل او تدور حرب مستحيل منتظرين دعم سريع يمشي يقتل لحارب مستحيل منتظرين اولاد غرب السودان الكلهم جنود في الجيش يمشوا يقتلوا لهم زول مستحيل الان في الفشقه هناك امشوا شوفوه البمود كت يا غرب السودان في الجيش هناك ضد الفشقه لانه مواطنين لانه ما بينظروا لخطاباتكم العنصريه دي وانتوا امثالكم ديل بتموتوا في البارات سكر بس بتموتوا سكر بس يا صعاليك ديل امثالكم ديل وراكبين وقاعدين للفتنه بس رجالتك رجال امشوا الفشقه هسه واتحداك امشوا شوفوا الجيش اللي بيقاتل في الفشقه امشوا شوفوا كل الشهداء اللي ماتوا في الفشقه اتحداك والله لو مو لقيتهم كلهم قرابه انا ثاني ما اطلع في الفيسبوك درايف ذا بطلوا قله ادب يا اخي ما عندنا العقليه حقتكم دي نختلف معاكم سياسيا لكن حب الوطن ده والله احنا وطنيين اكثر منكم وطنيين اكثر منكم لان وارثين الوطني دي وراثه وانتوا الخيانه دي والعماله دي وارثينها وراثه كمان وارثينها وراثه من زمن الانجليز فطبيعي جدا ما يكون عندكم اي انتماء لهذا الوطن كلها اشعار ساي مجرد اشعار ومجرد حرم ومجرد كلام فارغ ما عندكم اي حاجه ثانيه في الواقع عشان ما تقره الناس العافيه طير طيب كنا منو اللي بيحاربك؟ ما دار في زول داري يحاربك هذا يحاربوا فيك شنو انت؟ انت اللي بتطالب بانفصال ده وانت بتطالب دار تحكم الناس تعالي تحارب حارب تش بخورك وبعدك من شمك بخورنا لكن ما تشهد بخورك انت اخونا على راسنا ابقى نعتبر كلامك ده مجرد كلام ساكت وكلام فارغ ساكت دارين انفصال ودارين شكشكه بس والله ده شكشك اعلاميا ساكت وده شكشك فيسبوكيا بس نحن ما مطالبين بانفصال اصلا عشان نمشي نحاربك ونقول ده انه انفصل انت المطالب بانفصال ده وما لا ينفصل ده تعال ابقى راجل تعال تجي بخورك تجي بخورك لكن لو منتظرين زول من غرب السودان يمشي داوز زول من شمال السودان والله تكونوا موهومين سهل لانه مشكلتنا ما معاكم اصلا في 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 انتوا كمواطنين صراعنا صراع سياسي يا زول مع اهلكم السياسيين ما معاكم انتوا كمواطنين انت حمصان دار انفصال بدل تبكي تعال شيل البندقيه تقول انا دار انفصال شيل البندقيه ده كنقر اللي في القصر الجمهوري ده كلهم طردتهم شت سواء كان حركات او دعم سريع طردتهم بعد ذاك افصل البلد دي قول اعلنت الدوله شمال السودان لانك انت الدار خراب ما انا الدار خراب ولا في زول من غرب السودان دار خراب انت دار خراب تعال شيل بندقيتك دي تعال اقتل زول تش بخورك بعدك شم البخور ذاك والله عمرك ما شميته والله شم بخور والله ده بيرمي مشتقات من من التقل فوق تعرف التقل بيرميها برضه من القطيه فوق شم بخور الله عمرك ما شفته صجماني لكن احنا ما دارين انفصال ولا عندنا مطالب مطالبنا الدوله دي تكون للجميع بس دي مطالبنا انت مطالبك انفصال 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 تقول لي تعالوا حاربونا حربوا فيك شنو يا اخي الحوان ساكت يا اخي ما مواطن جعان ساي روحك مارقه 64 سنه اهلك ديل حتى انت ذاك جيعان وروحك مارقه عملوا لك شنو يلا نفس الكلام ده في ناس جيعانين زيك وفي ناس قتلوهم بالطيران وبالدبابات في ناس مارسوا فيهم سياسه فرق تصب بسبب الكلام ده الله يشوف فيك انك من ابناء دارفور لان الله العظيم عمري ما شفت دارفور دي بعيني ولا من دارفور انا والله كردفان سوداني من كردفان مولود في كردفان حياتي كلها في كردفان جد جدي ذاته كردفان بنسبه 100% ذات لا جد دي سلمية ما من دارفور تقول لي انت من دارفور عشان كده حاقدين ما عندي علاقه من دارفور هذا لكن كلامكم ده الان انتوا برضو ما تفتكرون انا غبي شوف ما تفتكرون غبي من دارفور يا اخي والله من النيل الابيض دي ترجع على ورا كده كله انتم مصنفين انه ده غرب السودان مصنفين انه كده مصنفين نفس الناس عارفين رايحون عارفين الكلام ده وفي نفس اللحظه معبيين برضه مجتمعنا ده البقول العربي في غرب السودان بيجيب نفسه احسن من البقول الافريقي البقول الافريقي في غرب السودان بيجيب نفسه احسن من البقول العربي وبشوف نفسه اصلي اكثر من ذاك وكل السياسات دي نتجتها انتوا يا غزيرين يا وقيحين ما تفرحوا بالمناسبه في كلامي السياسات دي انتجتها انتوا بسبب المستندات بسبب الوظائف بسبب التميز العرقي بسبب التميز اللوني عملتوا الحياة دي انتوا يا اخي بسياساتكم القذرة و64 سنة ما قدرتوا تسنوا قوانين للدولة دي
الا قوانين القتل خارج القانون، قوانين النهب خارج القانون. ده اللي بتفعله انت، ده اللي عملته، لانكم فشلتوا في اداره البلد، فشلتوا في اداره التنوع، فشلتوا في الحفاظ على البلد، فشلتوا في اداره موارد البلد، فشلتوا في الكلام ده. فاشلين انت اصلا، عمركم تظلوا فاشلين. عمركم ستكونوا فاشلين كده. على العموم لحد هنا وصلنا النهاية. شكرا للجميع، مع السلامة.